بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو الثوم، له فوائد كثيرة جدا ذكرناها في مقاطع سابقة. ذكرنا أيضا البعض من فوائد قشور الثوم، وقلنا أن الثوم أيضا فوائد كثيرة جدا لا تقل أهمية عن الثوم. هناك من يأخذ قشور الثوم يضعها في الفرن للتحميص، ثم يطحنها بعد ذلك ويستخدم المسحوق. غني ذلك المسحوق، غني وله فوائد كثيرة جدا. اليوم في هذا المقطع سنتكلم عن فوائد تبخير المنزل بدخان قشور الثوم. لماذا؟ لأن الأمر مفيد جدا وله فوائد مميزة في قتل الجراثيم. إذا نأخذ قشور الثوم، نضعها في وعاء مثل هذا مثلا، ما علينا سوى حرق هذه القشور على النار. الدخان الناتج عن قشور الثوم له تأثير فعال في الوقاية والحد من انتشار العدوى وقتل البكتيريا، ويمنع من الإصابة بنزلات البرد في فصل الشتاء ولا سيما الأنفلونزا. هذه الطريقة يفضل تكرارها مرتين على الأقل في الشهر من أجل حماية البيوت من انتشار الفيروسات والبكتيريا والطفيليات التي قد تتسبب في ظهور الأنفلونزا. إذا نضع قشور الثوم هكذا في نضعها في وعاء، من الأفضل يكون وعاء أكبر حجم من هذا. ثم عندما يصعد الدخان من الأفضل أن يحمل الوعاء ويطاف به أرجاء البيت حتى يعم دخان القشور جميع الأرجاء، وحتى تكون الاستفادة أعم. إذن هكذا نضع قشور الثوم فوق نار هادئة، ثم بعد ذلك نطفئ الموقد. وهنا كما تشاهدون الدخان المتصاعد له فوائد التي ذكرناها سابقا، وقلنا من المستحسن أن يطاف بهذا الوعاء جميع أرجاء المنزل حتى يعم الدخان جميع الأمكنة. فوائد كثيرة جدا لقشور الرمان، سنذكر فوائد أخرى إن شاء الله في مقاطع لاحقة. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله.